اشترك في القناة ليصلك كل جديدنا. إدلاء السيد عبد الملك سلال الوزير الأول السابق منذ قليل بصوته مع زملاء المشاهد والصور الأولى لإدلاء الوزير الأول السابق عبد الملك سلال بصوته في إحدى متوسطات العاصمة. كما تتابعون معنا مشاهدينا، الوزير الأول عبد الملك سلال أدلى بصوته قبل قليل في إحدى مراكز الاقتراع بالعاصمة. إذن مشاهدينا، كما تتابعونا معنا، الوزير الأول السابق عبد الملك سلال أدلى بصوته بمدرسة الغزالي بالمرادية. وكما شاهدتم مشاهدينا، فإن الوزير الأول السابق عبد الملك سلال رفض التصريح. لا تبخلوا منا بالاشتراك في القناة والإعجاب، وشكرا على المتابعة.